السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. استقبل مستشفى العافية بمنطقة هنا الأربعاء 9 جرحى من المدنيين جراء القصف الجوي الذي شنه الطيران التابع لما يسمى عملية الكرامة على المنطقة. الناطق باسم المشفى في تصريح صحفي له أكد أن من بين الإصابات حالتين حرجتين، موضحا أن كل الحالات كانت من أناس مدنيين. هذا وشن طيران ما يعرف بالكرامة ليلة الثلاثاء عدة غارات جوية استهدف بها مواقع سكنية وعدة مزارع بالمنطقة. قال مصدر مطلع من داخل مدينة الكفر أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر فقدت الاتصال بطائرة تابعة لها كانت تنفذ مهمة استطلاعية. المصدر أضاف أن طائرة من نوع سامركيت كانت في مهمة استطلاعية على منطقة الجفرة قبيل تنفيذ غارات جوية لطيران أجنبي مساند لحفتر على مدينتيهن وسوكن ليلا. وأكدت مصادر ذات صلة وجود حطام الطائرة في نقطة لم تحددها مؤكدة موتى قائدي الطائرة. كشفت صحيفة العربي الجديد عن نشوب خلاف بين مجرم الحرب خليفة حفتر وقيادات فصائل مجموعة العدل والمساواة السودانية التي تقاتل في الصفوف الأخير، ما استدعى إنهاء الشراكة بينهما. وبحسب الصحيفة فإن هذا الخلاف جاء مفتعلا من قبل حفتر بسبب تحذيرات قدمت إليه من عدة دول داعمة له، معتبرة أن وجود هذه الفصائل ضمن ميليشياته يعد عائقا أمام طلبه المقدم بشأن رفع حظر توريد السلاح إلى ميليشياته، إضافة لكونها ضربة موجعة في سجلها الشخصي في حال ترشحه لمنصب سياسي مستقبلا. هذا وسبق للسلطات السودانية أن أشارت بوجود مرتزقة تابعين لحركة العدل والمساواة بالصحراء الليبية يعملون لصالح ما تسمى عملية الكرامة. أصدر ما يسمى بالأمين العام لميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة عبد الكريم هدية أوامره لمجموعة غرفة عمليات المختار التابعة له بإدخال الاحتياجات الضرورية لمدينة درنة والمتمثلة في الدواء والغذاء والوقود والغاز والسيولة النقدية. بحسب هدية فإن ذلك يأتي استجابة لما توصلت إليه لجنة المصالحة الوطنية مع من وصفهم بأبناء الوطن الواحد، مشيرا خلال القرار إلى عدم التعرض لحقوق المدينة وضمان وصولها للأهالي. هذا وكان وفد من المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية قد تعهد خلال زيارته لمدينة درنة الشهر الحالي بالمضي قدما نحو رفع الحصار عن المدينة وبحث إرساء مشروع المصالحة بها. مشاهدينا الكرام، هذا الموجز انتهى. بعد قليل برنامج الإسلام والحياة حلقة جديدة. مفتي الديار الليبية يستضيف الشيخ عبد الله الجعيدي. متابعة طيبة، إلى اللقاء.